f لx تساوي x ناقص 1 مقسومة على exponential 2x موان 9. مجموعة التعريف هنا فين كان عندنا المشكل؟ عندنا البسط فيه x ناقص 1 دالة حدودية ما فيهاش مشكل exponential 2x موان 9. شنو كنعرفوا على المقام؟ خصو يكون ديفيرون دو 0. الوغ x appartenant à df شنو خصو يكون عندي؟ الوغ x خصو يكون ينتمي ل r تل كو. شنو هو الشرط اللي هنايا؟ المقام مخصوش يكون يساوي الصفر فقط. exponential 2x موان 9 خصها تكون ديفيرون دو 0. دونك هذه هي مجموعة التعريف. exponential معرفة على r دونك ما فيهاش مشكل. بالنسبة لنا هنايا نحلو هاد المعادلة اثنان x موان 9 باش تكون ديفيرون دو 0. شنو خص يكون عندي؟ exponential 2x différent de 9. alors باش تكون عندي exponential 2x différent de 9 غادي ندخلو هنايا اللوغاريتم مع الاكسبونونسييل. دونك حنا كنعرفو بانما الاكسبونونسييل واللوغاريتم هي الداله العكسيه ديالو. دونك كتمشي différent de ln ديال 9. اللوغ مع الاكسبونونسييل كيمشي كتبقى لي 2x خاصها تكون ديفيرون دو ln ديال 9. 2x ln ديال 9 حنا كنعرفو واحد القاعده ln ديال x بويسونس n كتساوي n في ln دو x. قاعده هاد البويسونس هادي نقدروا نديروها هنايا. دونك ln ديال 9 شنو هي 9؟ هي ln ديال 3 بويسونس 2. دونك هذيك 2 ممكن نكتبوها على شكل 2 ln 3. الوغ ln 9 هي 2x ديفيرون دو 2 ln ديال 9. بون ln ديال 3 ماشي 9. الوغ غادي نختزلو هاد الجوج مع هاد الزوج. دونك x خصها تكون ديفيرون دو ln ديال 3. الوغ هنايا نعاودو نرجعو لهاد الشي ديالنا. ln خصها تكون دونك هنايا المجموعة التعريفية r ما عدا ln ديال 3. غادي نشوفو كيفاش غادي نديرو نتلوها ما عدا ln ديال 3. الوغ هنايا x appartenant à df دونك خص يكون عندي ln ديال 3 يعني غادي نمشيو موان لانفيني حتى لمن؟ حتى ال ln ديال 3 ومن بعد نحيدو ln ديال 3 union ln ديال 3 ln دو 3 حتى بلوس لانفيني. دونك هذه هي مجموعة التعريف نتاع الدالة الأولى. أو لا يمكننا نعبرو عليها تو سامبلومون R موان لو سانغلوتون ln دو 3. دونك ln R ما عدا ln دو 3. هذه هي مجموعة التعريف نتاع الدالة الأولى. نمشيو نشوفو مجموعة التعريف ديال الدالة الثانية. الوغ شنو عطاونا؟ f لي x تساوي اكسبونونسيال راسين x على x او كاري موان زان. الوغ هاد اول حاجة عندي مشكل هنايا، هاد x اوسي 2 ناقص 1 خصها تكون ديفيرون دو 0. علاش؟ لحقاش مراش في البسط راها في المقام. المشكل الثاني دونك هذا المشكل الاول. المشكل الثاني ماشي في الاكسبونونسيال، الاكسبونونسيال كتقبل اي عدد دونك معرفه في الاخر، ولكن المشكل في راسين اكس. داك راسين اكس ما كيقبلش
شي حاجة سالبة دونك خصها تكون بوزيتيف. الوغ شنو غادي نقولو؟ x appartenant à df, x ينتمي لمجموعة التعريف df est équivalent. اول حاجة x est un réel tel que racine de x خصها تكون بوزيتيف a هنايا لانترسيكسيون a x carré moins 1 خصها تكون différent de 0. الوغ فوقاش راسين دو اكس خصها تكون بوزيتيف، دونك هنا في الحقيقة اكس كيفاش خصو يكون؟ دونك راسين اكس راها توجور بوزيتيف، عفوا هنا الاكس اللي خصو يكون بوزيتيف، دونك اكس خصو يكون بوزيتيف. أول حاجة أول شرط يعني اكس راه بوزيتيف. الشرط الثاني فوقاش اكس كاري موانز 1 خصها تكون ديفيرون دو 1. الوغ فوقاش اكس كتساوي 1 يعني في الواحد و موانز 1، دونك موانز 1 بويسونس 2 كيعطيني 1 و 1 بويسونس 2 كيعطيني 1. دونك حنايا باش ما كيساويش ال 1 خاص الاكس يكون ديفيرون دو 1 و اكس يكون ديفيرون دو موانز 1 و اكس خاصو يكون بوزيتيف. دونك هادشي لانترسيكسيون. مادام اكس راه بوزيتيف دونك اكس ما غاديش يساوي لنا موانز 1، هادي حيدوها. دونك اكس بوزيتيف اي اكس ديفيرون دو 1، يعني غادي نمشيو حنايا من الصفر، نمسحو هادو باش نشوفو، يعني مجموع التعريف ديالنا راه غادي من الصفر حتى البلوس لانفيني، ولكن ما عدا هداك الواحد، داك الواحد فيه مشكلة. الوغ حيدنا موانز 1، غادي نمشيو قلنا اكس ينتمي لمجموعة التعريف دي اف، شنو كتعني؟ ات ايكيفالون ا اكس ات ان ريال و ايل فيغيفي دو كونديسيون، اكس الي بوزيتيف اي اكس ديفيرون دو 1. حيدنا داك الموانز 1 لحقاش رحنا ديجا دايرين اكس بوزيتيف، دونك موانز 1 راه ما كاينش. بمعنى دي اف شنو هي؟ الوغ بوزيتيف، بوزيتيف يعني يقدر يقبل لنا صفر، دونك صفر ممكن يكون حتى لمن؟ حتى لواحد. داك الواحد ما غاديش نقبلوه، يونيون غادي نمشيو عاوتاني نكملو لواحد ما عدا واحد حتى البلوس لانفيني. دونك اولا نعبر عليها بهذه الطريقة R ما عدا لو سانغلوتون 1. دونك هنايا هذه هي مجموعة التعريف نتاع الدالة الثانية. نمشيو مجموعة التعريف الدالة F لي X إيكال غاسين ديال إكس بونونسيال x موانز 1. الوغ وي لو بروبليم؟ لو بروبليم هنايا ما عنديش في اكسبونونسيال اكس، اكسبونونسيال راها معرفه على r ما عندهاش مشكل، اكسبونونسيال اكس راها توجور بوزيتيف كيلكو سوا اكس ابورتونون r. دونك فين كاين المشكل؟ كاين المشكل ان هذا اللي داخل الجذر كاين مشكل ديال الجذر، هذا الجذر هذا خصو يكون اكبر او يساوي الصفر. الوغ اكس appartenant à df est équivalent à x est un réel, toujours on écrit x appartenant à R, tel que il vérifie les conditions. Première condition, donc on a une condition x exponentiel x moins 1 ça tkone akbar ou tousawi à 0, c'est-à-dire exponentiel x ça tkone اكبر او تساوي 1. دونك هنا غادي ندخلو اللوغاريتم مع ليكسبونونسيال باش نحيدو ليكسبونونسيال، غادي نديرو ln ديال ليكسبونونسيال وهنايا ln ديال واحد. الوغ ln مع ليكسبونونسيال فونكسيون ريسيبروك غادي يعطيني x اكبر من او يساوي ln ديال واحد، و ln ديال واحد الى شفناها كتساوي لنا الصفر، دونك ln كينعدم في الواحد، هذه قاعدة.
الوغ اكس خصو يكون اكبر من او يساوي الصفر. دونك شنو هو مجموعة التعريف؟ هي اغ بلس. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ مجموعة التعريف هي الاعداد الموجبة فقط. فقاش غادي يكون الاكسبونونسيال ديال اكس كبير على واحد؟ خاص يكون عندي الاعداد الموجبة. هنايا شنو قلنا؟ اكس الي بوزيتيف. دونك شنو هي مجموعة التعريف؟ دي اف ايغال دونك صفر كاين غادي نقبلوه بلوس لانفيني او بيان هي اغ بلوس. نمشيو للدالة لا فونكسيون اف ايغال. الوغ هنايا اف لي اكس ايغال 1 بلوس ال ان ديال من ديال اكسبونونسيال اكس موان 4 اكسبونونسيال اكس بلوس 1. دونك هنايا هادي ما عنديش مشكل مع الواحد كيف ما بغى يكون. هنايا عندنا مشكل مع الالان. الالان قلنا فونكسيون كت معرفة من صفر بلس لانفيني. دونك لي كيكون داخل الالان خصو يكون اكبر قطعا من الصفر. بمعنى خصني الاكسبونونسيال ديال اكس موان 4 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1 خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. بروميير كونديسيون. الوغ لا كونديسيون الزوجة اي هنا في البسط ما عنديش مشكل. الاكسبونونسيال معرفة في اغ كاملة موان 4 هي با دو بروبليم. دونك في البسط ما كاين حتى شي مشكل. المشكل عندي في الاكسبونونسيال اكس بلس 1 كيفاش خصها تكون كاينة؟ خصنا يكون ديفيرون دو زيرو. المقام ما خصوش يكون فيه صفر. دونك هاد لا فونكسيون اف عندنا دو كونديسيون. Première condition, ln ما بداخل ln خصو يكون strictement positif. Ou le problème الزوج هو انه عندي واحد دالة جذرية. Donc, fonction rationnelle. خصو يكون عندي هنايا هاد اللي كاين في المقام. Différent de 0. Alors, غادي نصاوب كل la condition بوحدها. Alors, بالنسبة لا première condition. خصو يكون عندي ما بداخل الالان بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. بمعنى اكسبونونسيال اكس موان 4 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1 خاصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. الوغ باش يكون هذا ستريكتومون بوزيتيف اون سي بيان كو اكسبونونسيال اكس الي توجور بوزيتيف يا با دو بروبليم. الوغ اكسبونونسيال اكس هادي كنعرفوها دائما موجبة. اللي ما عقلش عليها هكا كنمثلو الدالة نتاع الاكسبونونسيال. الي توجور بوزيتيف دائما راها فوق محور الاراتيب الموجبة. دونك مزيان اي هادي بوزيتيف ونزيدو لها واحد. الا زدنا لها واحد يعني راها بوزيتيف. وباش يكون عندي كسر ا على بي بوزيتيف شنو خص يكون عندي؟ يا اما يكونوا دو ميم سين او بي يكون عندهم ميم سين. يا اما بوزيتيف بوزيتيف يا اما نيجاتيف نيجاتيف. بويسكو اكسبونونسيال اكس بلس 1 الي بوزيتيف دونك هادي يل دو ايتر بوزيتيف. دونك اكسبونونسيال اكس موان 4 خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. بيان الوغ ستريكتومون بوزيتيف شنو كيعني ان اكسبونونسيال اكس بلس موان 4 بوزيتيف. غادي نشوفو. الوغ شنو هي اكسبونونسيال اكس موان 4؟ خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. يعني اكسبونونسيال اكس كيفاش خاصها تكون؟ ستريكتومون سوبيريور ا 4. ندخلو الالان. ندخلو من هنا الالان. دونك الان تاع الاكسبونونسيال هادي الدالة العكسية ديالها كتعطيني اكس. supérieur ou égal ln
4. إلا بغينا نزيدو نصاوبوها شنو هي 4؟ هي 2 بويسونس 2 وقاعدة كتقول لي ln ديال x بويسونس r هي r فوا ln x. x ديالنا في هذه الحالة هو 2. الوغ شنو هما لي سوليسيون ديالنا؟ خاص x يكون كبر من 2 ln x. الوغ هادي هي لا كونديسيون، خاصو يكون كبر من 2 ln x. دوزيام كونديسيون قلنا خاص يكون عندي اكسبونونسيال x بلس 1 ديفيرون دو 0. هادي راه ديفيرون دو 0 توجور، لحقاش اكسبونونسيال x راه توجور strictement supérieur à 0. الى زدنا لها واحد راها strictement supérieur à 0، دونك عمرها ما غادي تعطيني الصفر. بمعنى شنو هما الاجوبه ديالنا؟ الوغ دي اف هي خاص لي زيكس ديالنا يكونوا اكبر من ln دو 4 ولا اكبر من 2 ln دو 2 الى بغينا نسامبليفيو. الوغ دي اف كتساوي df هي اكبر، دونك اكبر ستريكتومون، اكبر ستريكتومون. دونك شنو خاص يكون عندي هنايا؟ ln ديال 4 حتى لمن؟ حتى البلوس لانفين. دونك هذه هي مجموعه التعريف نتاع الداله ديالنا. نمشيو لداله اخرى مجموعه التعريف ديالها. الوغ عندي f لي x ات ايغال اكسبونونسيال نتاع 1 على ln دو x. الوغ قلنا الاكسبونونسيال ما عندوش مشكل، الاكسبونونسيال غادي نديرو فيه اي عدد يكون هنايا ماشي مشكل، هو معرف على r، دونك ما عندناش مشكل مع ln. فاش عندنا المشكل؟ عندنا المشكل في هاد 1 ln لي x. الوغ شنو عندنا مشكل حنايا مع الالان؟ مع الالان فقط عندنا مشكل مع الالان، هذاك الشيء اللي داخل الالان خصو يكون بوزيتيف. بيان، دونك هنا اكس il doit être strictement positif. دوزيام كونديسيون شنو خصو يكون عندي؟ ما بداخل المقام اللي كاين تحت المقام خصو يكون يعني الالان دو اكس كيفاش خصو يكون؟ خصو يكون ديفيرون دو زيرو. هنا كاين اللي غادي يشوف اكس اكبر من الصفر يقول لك ودي صافي راه ديفيرون دو زيرو. حنا ما كنهضروش هنا على الاكس، كنهضروا على الالان كامله ديفيرون دو زيرو. الوغ نحاولوا نديروا هاد لا دوزيام كونديسيون. فوقاش يكون الالان ايغال ا زيرو؟ قلنا الالان كيكون ايغال ا زيرو فاش؟ في الواحد. الوغ اكس خصو يكون ديفيرون دو 1، هذه هي دوزيام كونديسيون. دونك حيدنا الواحد، واحد ماشي ما كاينش في هذا لونسامبل دو ديفينيسيون. نمشيو لا كونديسيون ديالنا الاولى اللي هي لي زيكس خصهم يكونوا بوزيتيف. دونك اكس خصو يكون بوزيتيف او او ميم طون ما خصوش يكون يساوي لنا واحد. الوغ اكس بوزيتيف وما يساويش واحد. الوغ اكس ابارتونون ا df est équivalent à x appartenant à R toujours tel que x gna khassou ykon strictement positif lhaqach kayntami ln et en même temps x khassou ykon différent de 1 باش ln de x ما تكونش في المقام كتساوي لنا صفر. الوغ شنو هي هاد df؟ الوغ x الى بوزيتيف strictement دونك ما غاديش ندخلو الصفر حتى لمن؟ حتى لذاك الواحد نحيدوه حتى هو union 1 وغادي نمشي حتى بلوس لانفين او لا باغ. هنايا غادي تجينا شويه R étoile plus ma ada الواحد الى بغينا نسميوها بهذه الطريقه. R étoile يعني ما كاينش صفر، R plus يعني موجبه، ما عدا الواحد يعني حتى الواحد ما نقبلوش. الوغ نمشيو نوتر فونكسيون. الوغ لا فونكسيون
f les x égale 2x moins 1 exponentielle 3x plus 2 moins 1. Alors, où est le problème ici? 2x moins 1, alors, qu'est-ce qu'il y a dans le bost au dénominateur, au numérateur à fond, 2x moins 1 dans le bost, on va faire un mouchke. Il y a polynôme, donc il n'y a pas de problème. Là, l'ensemble définition est R. Le problème, il y a 3x plus 2, la fonction exponentielle me fait acheter chez moi ce qu'il y a de R Kamla. Alors le problème, le wahid, il y a dit qu'on a dit, 3x plus 2 moins 1 Kamla, raf le maqam. Alors, il doit être différent de 0. Alors, ben, je connais la condition, x, 3x plus 2, ça te compte différent de 1. فوقاش تكون ديفيرون دو 1 غادي ندخلوا ln من هنايا فونكسيون ln ديال 1 ln مع الاكسبونونسييل كتمشي كتعطيني 3x plus 2 ديفيرون دو شنو هي ln ديال 1 هي 0 الوغ فوقاش 3x plus 2 هذه معادله من الدرجه الاولى عاديه الوغ فوقاش بلا ما نضيعوا معها الوقت x خصو يكون différent de moins 2 sur 3. Alors, il y a la condition الوحيدة, l'air d'inhidoha من R, خصنا x est différent de moins 2 sur 3. علاش هاد moins 2 sur 3 غادي يعطينا هنايا exponentielle 0. Exponentielle 0 égale à 1. 1 moins 1 égale à 0. Ou غادي يعطيني في المقام 0. C'est interdit. Donc, شنو خصنا نديرو نحيدو فقط من R كاملة. غادي نحيدو موان 2 سور 3 دونك يا اما نمثلوها على هذا الشكل دي اف كتساوي لنا موان لانفيني حتى الموان 2 سور 3 وما ندخلوهاش اونيون موان 2 سور 3 بلس لانفيني ou bien, notation simple, R ma'ada moins 2 sur 3, le singleton. Bien, m'chiu, autre fonction, exponentielle f de x est égal. Donc, l'arlabia, quel m'chiu ma'a المقام خصو يكون يخالف الصفر اللوغاريتم خصو يكون ما بداخله ديفيرون دو 0 دونك خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف هنا اكسبونونسييل اكس بلس 2 اكسبونونسييل موان اكس موان 3 هنا اكسبونونسييل موان اكس يا با دو بروبليم اكسبونونسييل اللي ديفيني سور ار وراها كاينه في البوست دونك ما كاينش شي مشكل المشكل هنا ما كاينش في اكسبونونسييل ما كاينش هنايا الوغ كاين في هذه كامله خصها تكون ديفيرون دو 0 بمعنى اكسبونونسييل اكس بلس 2 اكسبونونسييل موان اكس موان 3 خصها تكون ديفيرون دو 0 يعني المقام خصو يكون ما كيساويش الصفر الوغ هذه غادي نشوفوا فوقاش كتساوي الصفر هنايا exponentielle x 2 sur exponentielle x هنا moins 1 كنعرفوا القاعدة إلا كان عندي 5 moins 1 شنو كيساوي هو الانفرس ديال 5 سي 1 سور 5 باش نتخلصوا من هاد الموا كنهبطوها لتحت الوغ تولينا exponentielle x moins 3 شنو كتساوي هادي اكس غادي نوحد المقام اكسبونونسييل اكس فوا اكسبونونسييل اكس بلس 2 موان 3 اكسبونونسييل اكس سور اكسبونونسييل اكس
الو هنا اكسبونونسييل فوا اكسبونونسييل كاينه قاعده كتقول لك اكسبونونسييل اكس فوا اكسبونونسييل ايغريك اون جينيرال كتعطيني اكسبونونسييل اكس فوا ايغريك. الو من هذه القاعده غادي نشوفوا هنايا نفس الاكس دونك غادي تعطيني اكسبونونسييل اكس لو تو بويسونس 2. نكملوا الحساب ديالنا هنايا هذه غادي تعطيني واحد المعادله من الدرجه الثانيه غادي نحاولوا نحلوها. الو اكسبونونسييل وصلنا لاكسبونونسييل اكس فوا اكسبونونسييل اكس اللي هي اكسبونونسييل اكس او كاري بلس 2 اكسبونونسييل على بون غادي نقسمو 2 موان 3 اكسبونونسييل اكس لو تو سور اكسبونونسييل اكس هادي خصها تكون ديفيرون دو زيرو. الوغ هادي باش تكون ديفيرون دو زيرو شنو خص يكون عندي ليكسبونونسييل اكس ديفيرون دو زيرو. الوغ اكسبونونسييل اكس راه توجور ستريكتومون سوبيريور ا زيرو دونك هذا ما غاديش يجي منه المشكل. مين غادي يجي المشكل؟ مع اكسبونونسييل اكس او كاري بلس 2 موان 3 اكسبونونسييل اكس هذا اللي خصو يكون يخالف الصفر. الوغ هذا باش يخالف الصفر الا بغينا نديرو واحد شونجمون دو فاريابل اكسبونونسييل اكس الا بغينا نوطيوها هي اكس كبيره ونخدمو معادله من الدرجه الثانيه. الوغ غادي نديرو الدلتا بحال الا عندي اكس بويسونس 2 موان 3 x بلس 2 ايغال 0 فوقاش تساوي لنا صفر. الو غادي نديرو الدلتا ديالنا نحاول نمسحو هادي بيان. الو الدلتا شنو كيساوي؟ بي كاري موان 4 اس. الو بي شنو هو؟ هو موان 3 بويسونس 2 موان 4 ا سي. شنو هو ا؟ هو 1. شنو هو سي؟ هو 2 ايت ايغال 9 موان 4 فوا 2 ايت ايغال 9 موان 8 ايت ايغال 1 دونك هذا هو لو دلتا. الوغ شنو هما لي سوليسيون؟ x1 ايغال الوغ غروند x غروند x1 ايغال موان b بلس racine delta sur 2a x grand x2 égale moins b moins racine delta sur 2a est égal. Alors application numérique شنو هي b هي moins 3 donc moins moins c'est 3 plus racine 1 هي 1 sur 2a اللي هي 2 fois 1 alors تعطيني 4 sur 2. Alors la solution l'oula il y a 2. Solution tania il y a alors moins 3 c'est 3 moins 1 sur 2 c'est 2 sur 2 c'est 1. Alors marra wahed marra jouj. Donc on se fait chier on a les solutions d'yana. Les solutions d'yana les huma marra wahed marra jouj. Alors il y a imma x كتساوي لنا واحد غراند اكس غراند اكس تساوي لنا واحد غراند اكس تساوي لنا جوج. شنو هي غراند اكس؟ هي اكسبونونسييل اكس هذه هي اكسبونونسييل اكس هذه فيها شويه ديال الخدمه. الو هنا غادي ندخلوا اللوغ مع هذه الجهه دونك لوغ اكسبونونسييل اكس خصو يكون ديفيرون حنا حليناها في ايغال دونك خصو يكون ديفيرون دو ln ديال واحد دونك x خصو يكون ديفيرون دو زيرو زيد اكسبونونسيال ديال x خصو يكون شنو قلنا دو دونك غادي ندخل ln من هنايا ندخلو ln من هنايا يعني x خصو يكون ديفيرون دو ln ديال جوج. الوغ x ما خصوش يساوي صفر
وما خصوش يساوي ln ديال جوج. هادو هما لي سوليسيون ديالنا. x الى عطانا صفر هي اكسبونونسيال صفر هي واحد، دونك غادي تعطيني صفر. و اكسبونونسيال الى كان ديال ln ديال جوج غادي نمشيو هادي مع هادي وتعطيني صفر. الوغ فينالمون شنو هما لي سوليسيون؟ ما خصش x يساوي صفر وما خصش x يساوي ln ديال جوج. الوغ نحاولو نحيدو هادشي ونعاودو نكتبو. الوغ شنو هما لي سوليسيون ديالنا؟ اولا df كتساوي ناقص ما يكونش يساوي الصفر، دونك غادي نجيو من موال لانفيني حتى لمن حتى الصفر ونحيدو الصفر. union من صفر عاوتاني نطلقو حتى لمن حتى الان ديال جوج. الان ديال جوج ما دخلاش، نعاودو نديرو union نكملو هنايا. الان ديال جوج ما كاملاش ما دخلاش حتى لمن حتى بلوس لانفيني. اولا نكتبوها بواحد لا نوطاسيون سامبل. دونك حنا غادي نحيدو الصفر ونحيدو ln ديال جوج، يعني r ما عدا صفر a ln ديال جوج. دونك هادو هما لي سوليسيون اللي خصنا نحيدوهم، يعني هادي هي مجموعة التعريف نتاع. نمشيو لاخر فونكسيون نحددو لها لونسومبل دو ديفينيسيون. الوغ هنايا عندي f اكسبونونسيال x بلس 2 سور x كاري موان 4. الوغ بالنسبة لاكسبونونسيال معندوش مشكلة، كيقبل أي حاجة، دونك إلي ديفيني سور r. المشكل هاد اكسبونونسيال كاين في هاد الدالة الجذرية اكسبونونسيال دونك x أس 2 ناقص 4. الوغ هنا راها في البسط ما عنديش مشكل، ما غادي نقول لها x ديفيرون دو 2 ولا دو 1 ولا والو، راه في البسط بولينوم إلي ديفيني سيغ R ما كاين حتى شي مشكل. الوغ فين كاين المشكل؟ x أو كاري موان 4 خصها تكون ديفيرون دو 0، دائما المقام ما خصش يكون فيه الصفر. الوغ باش يكون عندي x كاري موان 4 ديفيرون دو 0 خاص يكون عندي x بيسونس 2 ديفيرون دو 4. بيان، الوغ باش يكون عندي هنايا ديفيرون دو 4 شنو خص يكون عندي؟ خصها تكون ديفيرون دو 2 أو بيان x ديفيرون دو موان 2. علاش؟ لحقاش جوج أس جوج كتعطيني 4 وناقص زوج أس زوج حتى هي كتعطيني 4. دونك هنا هادو هما الحلول اللي خصنا نحيد 2 موان 2. نحاولو نكتبوها بلا نوطاسيون سامبل باش ما نضيعوش الوقت. الوغ شنو غادي نكتبو هنايا؟ سي ما عدا جوج